موكب عزاء أهالي الحلة الموحد اللي يتكون من كافة وحدات الشعار الموجودة بالمحافظة سنوياً باستشهاد زين العابدين سلام الله عليه الإمام السجاد. صادف البارحة خميس، يعني احنا سنوياً صار تقريباً فوق 16-17 سنة أزيد أخذنا موافقة من السيد الصافي الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله لهذه الخدمة المباركة. يبدأ نزوم مشاعر الجمهورية باتجاه مرقد أبي الفضل العباس سلام الله عليه وباتجاه منطقة بين الحرمين إلى الإمام الحسين عليه السلام. نشهد تنسيق عالي وكبير بين قسم الشعار والمواكب الحسينية، الأخوة في قسم حفظ النظام، في تسهيل عملية دخول هذه العزاوات المباركة.